اللي شافكم في الخسران ما لازم شيء يسكت حمادة قاعدين في الخسران حمادة واش موضوع جديد ولا يعني واحد الموضوع تقشعر له الابدان وتندمي له القلوب، وهو موضوع يعني اختفاء بعض الاطفال. وتقريبا في اسبوع واحد اللي منهم الطفل عدنان بوشوف 12 سنة اللي خرج هذه حوالي شي اسبوع على الساعة الرابعة خرج من دارهم باش يعني يتمشى للفرماسيان يجيب الدواء. يعني كيف قلت تلقى به شي حد وحتى يعني منين يعني بان الاختفاء ديالو رجعوا الفيديوهات اللي في يعني الكاميرات اللي كاينين في المحلات اللي حدا الصيدلية، وتيبان بان مرافقو هذا الشخص اللي لابس الدراعيه، ولكن يعني حتى الدري كي غادي معاه بحال تيعرفو، والعلم لله واش تيعرفو ولا. ولكن من بعد تيتصاب قريب في نفس الحي اللي كيسكنوا فيه الوالدين ديال عدنان. الى حتى البارحه اخوتي وكتبان الجثه ديال عدنان يعني مغتصب مذبوح مور الحي فين تيسكنوا والديه. اسمح لي اخويا بالله حساب يعني بعض التصريحات جابوه من هنا ودفعوه في هذا المكان هذا يعني 6 ايام هو في هذا المكان ان شاء الله. واخا انا نقول افتح كاميرا شفتها. شنو هو اللي حاولت تلعب به الجنين على طول الله وعليه؟ يعني ملي تم نشر اختفاء الطفل عدنان الجنين راح حسن يعني لحيتو ومستاجو وحيد النظارات اللي كانوا في وجهه. وانتم الى قارنا الصورات سبحان الله راه هو اللي ما بغاش يدخل لي انا في العقل ديالي. وسمحوا لي على الهضره، يعني واش الكبت ديال الانسان يوصل الانسان باش يطمع في طفل ولا في طفله صغار؟ نهضروا صراحه، يعني بلادنا فيها كل شيء، ما كاين لا عيالات لا بنات لا 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 لا, لا. رحنا يعني منين يعني رحنا ما معروفينش بدوله مكبوته ولا رحنا تبارك الله نشيرنا راه واصل اي سطح. كيف كيعطي كيف يعني ما فهمتش انا هذيك الحاله اللي كيوقع فيها الانسان باش كيطيح في هذا الحظر هذا باش تطمع انت في دري صغير. يعني شمن قلب عندك شمن ما فهمتش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنطالبوا يعني السلطات باش تتم اشد العقوبات في حق هاد الذئب البشري، وكنطالبوا باعدامه. يعني ولا هادشي راه حنا كنشوفوا يعني هما دابا عشرات ديال الدراري اللي تعرفين واحد منهم مات، ثلاثه ديال البنات وسبعه ديال الاولاد، يعني تقريبا في نفس الاسبوع. كيف يعقل هادشي؟ فلهذا الله يجزيكم بخير، حدا وليداتكم ما تسخروش وليداتكم، خرجوا تسخروا نتوما راسكم، لان هادشي ما كيطمئنش بالخير. وكيف كتعرفوا الازمه وكورونا وهذا يعني راه تجاره الاعضاء وصلت الى حتى البلاد، يعني الانسان ما عندي ما نقول.
فلهذا الله يجازيكم بخير، حضيو وليداتكم، ما يعني حضيو وليداتكم بالخصوص في هاد الايام، ودائما بنادم يحضي وليداتو. ما نسخرش اخويا وما نسخرش اخويا ولادي، نخرج نتسخر انا راسي، ولادي قصيرين صغار ما نسخرهمش، نخرج نتسخر انا راسي، لان هادشي راه ما تيبشرش بالخير. ها هو اختفاء 10 اطفال تقريبا في اسبوع واحد، ها واحد صبح ميت يعني مغتصب ومذبوح مور الحي ديالهم، يعني الولد تخطف في الحي ديالهم، حتى داك الذئب البشري يعني دخلوا الدار حدا دارهم تقريبا. فلهذا الله يجزيكم بخير، خير خير، راقبوا وليداتكم وحضيو وليداتكم. عندنا كيف كنشوفوا في الصوره، هذه الدريري نبيل، يعني الاسم ديالو نبيل بن نوزه، 14 سنه، مختفي من نهار الجمعه 4 شتنبير، يعني 4 في هذا الشهر، لحد الساعه مازال ما ظهر عليه اثر. وكاين الطفل هذا 12 سنه من تاوريرت، حتى هو لحد الساعه مازال ما بان عليه والو. كاينه الطفله 5 سنوات من القنيطره، حتى هي مازال ما بان عليها والو. وكاينه الطفله من مكناس، وكاين شي اطفال ما عرفش الاسامي ديالهم. فلهذا الله يجزيكم بخير، خديوها في ولادكم وحضيو ولادكم، راه المشكله ويعني المصيبه هي اللي تيحصل هذا الشيء. فلهذا عزاؤنا واحد اسره المرحوم، ما عرف شنو نسميه، واش شهيد ولا طير من طيور الجنه، ولا ربي يجعله طير من طيور الجنه لاهله ولوالديه، وربي يصبر والديه. وهذا ما كان، ما لقيت ما نقول، والله ما لقيت ما نقول اخواتي، لان هذا الشيء كي قلنا تيحرق في القلب، باش تسخر ولدك يعني وفجاه يختفي. شو الانسان يعني شحال تيتعب مع ولادو في تربيتهم في هذا، ويجي ذئب بحال هذا ويدير هذه الكارثه، ما بقى في قلبهم لا رحمه ولا اسلام اخوتي، ولا 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 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. وخص يعني يد صارمه في امثال هذا الذئاب البشريه اللي يعني تنقص من عمر، ولكن حتى واحد ما تينقص عمر لشي واحد، ولكن السبب ما خصوش يكون هكا، سبب الموت ما خصوش يكون هكا، حسبي الله ونعم الوكيل. هانتوما كتشوفوا تا الصورة الأب ديالو يعني في جنب المكان اللي لقاوه فيه. أخوتي ما لقيت ما نقول في هذا الموضوع، والله ما عرفت ما دخلني الكلام شي مع شي، ما نورمال اي موضوع ولا شي حاجه راني كنكتب له ونوجد له، ولكن هذا الموضوع ما لقيت ما نكتب، ما لقيت ما جيت وهضرت هكايا. فلهذا غادي نعاود نوصي، حضيو وليداتكم، حضيو وليداتكم، الله يجازيكم بخير، راه تيصرا هذا الشيء، وبالخصوص في بلداننا الاسلاميه راه عيب وعار اخوتي، راه هذا الشيء ما تيصراش حتى هنايا. ما نقولكش ما تيش راس، ولكن 1-2%، راه ماشي بحال، واش اختفاء 10 الاطفال على ما يقرب اسبوعين. باي ذنب قتل؟ اي ذنب اقترفت يداه حتى تغتصب طفولته؟ انتظرنا عودته بعد اختفاء، فجاء الخبر الحزين، قتل عدنان، قتل الطموح ودمر المستقبل. كيف تجاهل هذا السفاح ان صغير قومنا كبير، وكيف تناسى انه قتل الغد المنير؟ كم كانت الاماني بقدر الازمان ان نتصفح خبرا غير الذي ادمى القلوب قبل المقل. كم تخيلنا تلك البسمه التي كانت ستغمر القلوب بعوده عدنان الى احضان اسرته، ولكنه ذهب ولم يعد. الشارع المغربي هزته الواقعة الأليمة، كيف لا وعدنان ابننا وفلدة كبدنا جميعا، فما حسبنا الدهر يفجعنا حتى رأينا القبر عليك منكصبا، وما حال الأهل والأحباب بعدك والدار دونك لف الحزن ساحتها،
موجة غضب وسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن استيائها وتمتيع العامدين لهذه الممارسات بأقصى العقوبات حتى يعتبر كل من سولت له نفسه تكرار الفعل المشين. رحل عدنان إلى دار البقاء، لم يودع أمه ولا الجيران، رافق غريبا دله على سبيل الموت، اختفى وانقطعت أخباره في كل مكان. فصبرا يا أماه، عذرا يا أبتاه، فقد رحلت ولن أعود. إن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستودعكم الله والسلام عليكم.